بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه أستعين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحلقة بإذن الله سنواصل مناقشة ومدارسة الموارد المعرفية المتعلقة بالتوتر الكهربائي. إذن بعد ما رأينا في الحلقة الماضية الموارد المتمثلة في مفهوم التوتر الكهربائي ووحدة قياسه ومضاعفاته وأجزاؤها وجهاز قياسه وكيف يربط في الدارة الكهربائية، إذن قلت في هذه الحلقة بإذن الله سنواصل معالجة أو مناقشة الموارد الأخرى المتمثلة في قانون التوترات، يعني القانون الذي يحكم التوترات، وذلك في حالة الربط على التسلسل وفي حالة الربط على التفرع. إذن سننطلق من هذه الوضعية تحت مسمى أو تحت عنوان أجرب وألاحظ. أخذنا هذه التجربة، ثم هذه التجربة يعني لاحظ ما هو المتغير في تجربتنا. لا شك أنك تلاحظ بأن هذا المولد مضبوط على دلالة 6 فولت ونفس هذا، يعني هنا لا نلاحظ أن هذه الصورة يعني لونها مختلف عن هذه الصورة، فهي تعود لالتقاط الصورة فقط، يعني هذا الجهاز هو هذا الجهاز، وهذا المصباحين هما نفسهما هذين المصباحين، يعني علينا أن نتفق مبدئيا على هذه النقطة. إذن فلدينا قلت هذين المصباحين هما نفسهما اللذين أجرينا بهما هذه التجربة. فماذا تلاحظ في الحالة الأولى؟ تلاحظ بأن إضاءة المصباحين هنا عادية، يعني ويبدو ذلك من خلال اللون، يعني لون الإضاءة هنا أبيض وهنا يبدو بلون أصفر وضعيف، مع قلت أن المولد هو نفس المولد والمصباحين هنا هما نفس المصباحين. إذن ما المتغير؟ لا شك أنك تلاحظ بأن هنا الربط للمصباحين هو على التفرع، وفي هذه الحالة هو على التسلسل، وهذا درسناه في السنة الأولى ونؤكده ونثبته الآن في السنة الثالثة. ما هي المميزات؟ المميزات الأولى اختلاف الإضاءة. الميزة الثانية هنا لو نزعنا أحد المصباحين أو أتلف فإن المصباح الآخر لا يتأثر به، لا كما ولا كيفا. لما نقول لا يتأثر به بمعنى إذا أتلف أو نزع المصباح الأول فإن المصباح الثاني لا تزداد إضاءته ولا ينطفئ، على خلاف هذا التركيب. هنا المصباحين مربوطين على التسلسل، فإذا أتلف أو نزع أحد المصباحين لا يهم الترتيب الأول أو الثاني، إذا أتلف أو نزع فإن المصباح الثاني ينطفئ لأن الدارة صارت مفتوحة، بينما هنا كل مصباح له دارته المستقلة يشتركان فقط في المولد. إذن فقط هذا للتذكير، نحن نريد أن نفسر، أن نجد تفسيرا لهذه الإضاءة. لماذا في الربط على التسلسل نقصت الإضاءة بينما في الربط على التفرع لم تتأثر إضاءة المصباح بإضاءة المصباح الآخر، بقيت على حالها؟ إذن هنا ما علينا إلا حل واحد، وهو أننا سنقوم بالقياس لحل هذا المشكل أو لإيجاد تفسير لهذه الظاهرة. القياس ماذا سنقيس؟ سنقيس بدون شك التوتر بين طرفي كل مصباح وبين طرفي المولد ونقارن. إذن لاحظ هنا أننا
ربطنا الفولت متر مباشرة مع طرفي المولد. لاحظ جيدا، ها هما طرفي الجهاز الفولت متر موصولين مع المولد، فكانت القراءة 4.80، بمعنى التوتر بين طرفي هاتين النقطتين بين طرفي المولد هو 4.80. وهنا المصباحين مربوطين على التسلسل والإضاءة ضعيفة، يعني هذا الذي نلاحظه. لنلاحظ الآن أين وضعنا جهاز القياس، يعني هذا الجهاز غيرنا موضعه، انظر أنه موصول على طرفي المصباح الأول، المصباح الأيسر. لاحظ جيدا، ها هما طرفي الجهاز باللون الأسود، طرفي الفولت متر على المصباح الأول. كم كانت النتيجة؟ يقرأ لنا 2.34 فولت، يعني هنا قلنا القراءة مباشرة لأن هذا جهاز رقمي، ما عندنا لا تدريجات ولا سلم ولا ضرب ولا قسمة، مباشرة. ثم لاحظ الآن، لاحظ أننا قمنا بالقياس من جديد بين طرفي المصباحين معا، وجدنا 4.77، يعني تقريبا تساوي القيمة التي وجدناها سابقا بين طرفي المولد وهي 4.8. الآن سنقيس بين طرفي المصباح، قلنا دائما الأيسر، ثم سنقيس بين طرفي المصباح الأيمن، يعني بين طرفي المصباح الثاني. لاحظ إن كانت الصورة متوفرة سنرى، نعم نعم هنا مقارنة أخرى، يعني بين طرفي المصباحين معا، الفولت متر مربوط بين طرفي المصباحين معا، وجدنا معذرة هنا بين طرفي المصباح الثاني، ها هنا انظر، ها هما سلكي التوصيل للجهاز، إذا فالفولت متر موصول على طرفي الجهاز المصباح الثاني، قرأ لنا 2.4، وعلى طرفي المصباح الأول كما مر معنا، على طرفي المصباح الأول قرأ لنا 2.34. ماذا تلاحظ؟ يعني مجموع هاتين القيمتين ماذا يساوي؟ ألا يساوي بالتقريب القيمة الإجمالية التي وجدناها قبل قليل، يعني هذه القيمة، ألا يساوي هذه القيمة 4.77 وهي القيمة الكلية بين طرفي المصباحين، وهي القيمة الكلية بين طرفي المولد. إذن هذا الذي نلاحظه. إذن هنا أخذنا الصور الثلاثة لكي تكون الرؤية أوضح. لاحظ هنا الفولت متر مربوط على طرفي المصباح الأيمن، يعني الثاني، هنا الفولت متر مربوط على طرفي المصباح الأول، لاحظ القيمة 42 2.34، هنا الفولت متر على المصباح على طرفي المصباحين معا، يعني كأنه مصباح واحد على طرفي المصباحين معا، كم وجد؟ 4.77. ستلاحظ بأن ال 4.77 هي بالتقريب مجموع هاتين القيمتين. إذا لننتقل إلى رسم مخطط الدارات التي أنجزناها، أو التجارب الثلاثة التي أجريناها، يعني مكان القياس. إذا هذا صورة للتجربة الأولى، يكون مخططها بهذه الكيفية، بمعنى الفولت متر موضوع على طرفي المصباح على التفرع مع المصباح الأول، فوجدنا قلنا 2.40، ثم على طرفي المصباح الثاني، هذه الصورة، ثم على طرفي المصباحين معا، هذا هو مخطط الدارة. إذن هذا بالنسبة للمخطط. يعني لاحظ هنا الفولت متر في هذا المكان هو على طرفي المصباحين معا، وفي نفس الوقت هو على طرفي المولد، يعني لا تهتم بموضع الأسلاك، نربط هنا أو نربط هنا فإن النتيجة نفسها. الآن لنحوصل أو نلخص ماذا لاحظنا وماذا نستنتج. إذا في حالة الربط على التسلسل، الشيء الذي لاحظناه هو أن التوتر بين طرفي كل مصباح هو أقل من التوتر بين طرفيهما معا،
أو أقل من التوتر بين طرفي المولد. فما الذي استنتجناه من خلال القياسات؟ لاحظنا أو نستنتج في الربط على التسلسل أن التوتر الكلي الموجود في الدارة ينقسم أو يتجزأ على العناصر المستهلكة للطاقة، ألا وهي المصابيح أو المقاومات أو غيرها. كيف نعبر ذلك عن بعلاقة رياضية؟ التوتر الكلي ET يساوي E1 زائد E2 زائد E3 إلى آخره، وهنا التفرع يكون على قدر العناصر المتسلسلة. لدينا مصباحين أو مقاومتين يتفرع إلى فرعين، أو يتفرع إلى ينقسم إلى جزئين، تكون ثلاث عناصر ينقسم إلى ثلاثة وهكذا. إذا نمر إلى الحالة الثانية، عندما يكون الربط على التفرع. هنا أخذنا تجربة أولى للاستئناس، يعني وضعنا مصباح واحد فقط ونلاحظ إضاءته كيف هي، ثم وصلنا الفولت متر بين طرفي المولد لنقرأ القيمة كم، وجدنا 4.79 بين طرفي المولد. ثم قسنا من جديد بين طرفي المصباح. لاحظ يعني كيف يكون الأخطاء في أجهزة القياس لأسباب تعود إلى الجهاز في ذاته أو إلى أسلاك التوصيل. يعني لاحظ أننا ما غيرنا شيء، غيرنا الموضع فقط. يعني على طرفي المولد وجد لنا 4.79، وعلى طرفي المصباح وجد لنا 4.81. يعني قلت هذا الفارق لا يزعجنا أو لا يربكنا، 4.79 أو 4.81 يعني هي بالتقريب نفس النتيجة. قلنا يعود هذا الخطأ لأجهزة القياس ويعود إلى نوعية أسلاك التوصيل لا غير. نواصل مع هذه التجربة. إذا لاحظ الآن أننا ربطنا مصباحين، يعني اللذين رأيناهما سابقا في التجربة السابقة، ربطناهما على التفرع. إذا قلنا نلاحظ أن المصباحان لا يتأثران ببعضهما البعض. لاحظ هنا أننا قسنا التوتر أين؟ بين طرفي المولد. لاحظ بين طرفي المولد فسجل لنا 4.70. الآن سنغير موضع الجهاز. لاحظ الصورة الثانية. هنا قلنا الفولت متر يقيس التوتر بين طرفي المولد 4.70. الآن لاحظ أننا غيرنا على طرفي المصباح الثاني، على طرفي المصباح الثاني يسجل لنا 4.70. إذا لنلاحظ الحالة الثالثة لنرسم مخططات الدارة الكهربائية. لاحظ أننا في الحالة الأولى 4.70 قسنا التوتر بين طرفي المولد، ثم 4.69 يعني 4.70 تقريبا بين طرفي المصباح الأول، ثم بين طرفي المصباح الثالث. انظر الآن الفولت متر أين هو؟ في المصباح الثاني، هنا في المصباح على طرفي المصباح الثاني، هنا على طرفي المصباح الأول، وهنا على طرفي المولد. يعني غيرنا مواضع القياس، مواضع الفولت متر. لكن يعني انظر للدارات الكهربائية، في الصورة الأولى الفولت متر موجود على طرفي المولد، في الصورة الثانية الفولت متر موجود على طرفي المصباح الأول، في الصورة الثالثة الفولت متر موجود على طرفي المصباح الثالث. ومع ذلك الشيء الذي لاحظناه أنه يسجل لنا نفس القيمة، أي 4.69 أو 4.70. إذا نحوصل ما توصلنا إليه في حالة الربط على التفرع. ما الذي نلاحظه؟ التوتر بين طرفي المصباح الأول يساوي التوتر بين طرفي المصباح الثاني، ويساوي التوتر بين طرفي المولد. فما الذي نستنتجه؟ في الربط على التفرع التوتر لا يتأثر بالعناصر المستهلكة الموجودة في الدارة، بمعنى أنه يبقى ثابت. أي نستطيع أن نكتبه بالعلاقة التالية: ET أي التوتر الكلي في الدارة المغذي للدارة ET هو نفسه E1 يعني بين طرفي العنصر الأول، هو نفسه E2 الموجود بين طرفي العنصر الثاني، وهكذا. إذن ففي الربط على التفرع
التوتر الكهربائي لا يتأثر بعدد عناصر الدار أو الفروع الموجودة في الدار الرئيسية، يبقى ثابتا. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. في الأخير أسأل الله العلي القدير أن نكون قد وفقنا، كما نأمل أن تكونوا قد استفدتم مما قدمناه لكم، وشكرا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.